وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. أيها الإخوة، وصف الله عباده المؤمنين في مطلع سورة البقرة فقال سبحانه: وبالآخرة هم يوقنون. بعد أن وصفهم بالإيمان بالغيب، والإيمان بالغيب يشمل الإيمان بالآخرة، لكن الله عز وجل خص بعد ذلك الإيمان بالآخرة بوصف اليقين. فما هو اليقين؟ اليقين يقول العلماء هو العلم التام الذي لا يعتريه شك، الذي يستقر في القلب، وإذا قارن الإيمان فإنه يثمر العمل الصالح والمسارعة إلى الخيرات. ولهذا وصف الله عز وجل عباده المؤمنين فقال: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فهؤلاء الذين يؤتون ما آتوا، كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا يتقبل منهم، يخافون ربهم عز وجل لأنهم إليه راجعون، فهم دائما يتذكرون الدار الآخرة، وهذا هو الذي جعلهم أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. إن هؤلاء المسارعين في الخيرات جمعوا بين الخوف وإحسان العمل، وجمع كثير منا بين الأمن وإساءة العمل. ولهذا ينبغي لنا أيها الإخوة أن نتلمس أسباب هذه الظاهرة في أنفسنا، وهي ضعف اليقين بالآخرة الذي يتولد عنه ضعف الاهتمام بالآخرة وضعف المسارعة إلى الخيرات. ما الأسباب وما العلاج، وكيف الطريق إلى أن نلحق بركاب أولئك المؤمنين الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، جعلني الله وإياكم منهم. أيها الإخوة، من أسباب هذه الظاهرة أن الإيمان بالآخرة وإن وجد في النفوس إلا أن فيه ضعفاً، واليقين بالآخرة ضعيف. ومن الأسباب أيضاً الاشتغال بما يشغل عن العمل للآخرة من التكاثر بالدنيا والمباهات بمتعها الزائلة. وإلى هذين الأمرين جاء التنبيه والتذكير من ربنا عز وجل في سورة التكاثر: ألهاكم التكاثر، يعني ألهاكم يعني شغلكم، والتكاثر هو المباهات بالكثرة. ولم يذكر الله عز وجل المتكاثر به ليشمل كل ما يتكاثر به، وما أكثر ما يتكاثر به الناس الآن ويتباهون وينشرون تكاثرهم على الملأ ليظهروا كثرة ما عندهم من متع الدنيا. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، يعني حتى دفنتم وارتهنتم في قبوركم وطويت صحائف أعمالكم. وهذه هي المشكلة الكبيرة أيها الإخوة، أن هذا التكاثر يستمر في كثير من الأحوال حتى تفارق الروح الجسد. ولو كان تكاثراً يعتري الشخص أحياناً ويتذكر أحياناً لرجي له عودة وأوبة، لكن إذا ألهاه التكاثر حتى طويت صحيفة عمله فذلك هو الخسران المبين. كلا سوف تعلمون، هذا كلا كما يقول العلماء ردع وزجر،
وسوف تعلمون وعيد وتهديد. ثم يكرر ربنا عز وجل الردع والزجر والوعيد والتهديد، ثم كلا سوف تعلمون. كلا ردع وزجر عن التكاثر الذي شغلنا وشغل الناس عن العمل للدار الآخرة، ووعيد وتهديد للمنشغلين بالتكاثر عن العمل للدار الآخرة. كلا لو تعلمون علم اليقين، يعني لو علمتم علم اليقين لازدجرتم عن التكاثر، ولما شغلكم التكاثر عن العمل للدار الآخرة. إذن المشكلة هي ضعف اليقين. إذا انضاف مع ضعف اليقين ضعف الصبر، قلت المسارعة إلى الخيرات. ولهذا كلما زاد يقين العبد وكلما تحلى بالصبر درج في مدارج الإمامة في الدين، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، جعلنا الله وإياكم منهم. أيها الإخوة، ما السبيل إلى علاج هذه الظاهرة؟ وكيف لنا أن نقوي هم الآخرة واليقين بها في قلوبنا؟ أيها الإخوة، من الأسباب، السبب الأول قصر الأمل في البقاء في هذه الحياة الدنيا. وقصر الأمل أيها الإخوة يقوم على تذكر حقيقتين: الحقيقة الأولى تيقن زوال الدنيا ومفارقتها، والحقيقة الثانية تيقن لقاء الآخرة ودوامها، وأن الآخرة خير من الدنيا، والآخرة خير من الأولى من الدنيا. إذا تيقن العبد هاتين الحقيقتين وقايس بين الدنيا الزائلة الفانية والآخرة الباقية التي لا محيص له عن لقائها، فإنه يقايس بين الأمرين ويختار أولاهما بالإيثار. النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم أقسم على مثل يبين لنا هذه الحقيقة بجلاء، فقال صلى الله عليه وسلم: والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. لو أن الواحد منا أيها الإخوة غمس أصبعه في ذلك البحر الشاسع الأمواج، كم نسبة ما يعلق بإصبعك بالنسبة لهذا البحر؟ لا شيء. كذلك الدنيا بالنسبة للآخرة، لكن هذه الفترة الدنيوية القصيرة هي التي تحدد مسارك في الدار الباقية عند الله عز وجل. أيها الإخوة، يكفي كما يقول ابن القيم رحمه الله في قصر الأمل تدبر قول الله عز وجل: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. من الأسباب أيضاً أيها الإخوة التي تعين العبد على تذكر الآخرة والاهتمام بها تدبر القرآن الكريم. القرآن أيها الإخوة أنزل ليتدبر وليعمل به، كما قال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فهو أنزل للتدبر والتذكر. قال الحسن: أنزل القرآن ليتدبر وليعمل به، فاتخذ الناس تلاوته عملا. هذا القرآن أيها الإخوة حافل بذكر الآخرة، لكن نحتاج أيها الإخوة أن نحضر قلوبنا عند تلاوته
وأن نستشعر أن هذه الأمور والأهوال التي يذكرها ربنا عز وجل في الآخرة سنمر بها يوماً من الأيام. ولهذا الله عز وجل يقول: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، لترون الجحيم، حقائق ستراها. فأحضر قلبك عند سماع كلام ربك عنها ليحصل لك الاتعاظ والتذكر، فينتج عن ذلك العمل الصالح الذي يرضي ربك عز وجل. أيها الإخوة، من الأسباب أيضاً التي تعين على تحصيل اليقين بالآخرة والعمل لها الاستعانة بالله عز وجل. الإنسان أيها الإخوة ضعيف، ولو وكل إلى نفسه وكل إلى ضعف وعجز وعورة وذنب وخطيئة، لكنه إذا استعان بربه أعانه. ونحن نقرأ في كل صلاة، بل في كل ركعة: إياك نعبد وإياك نستعين، لا نعبد إلا أنت، ولا نستعين على عبادتنا إياك وعلى سائر أمورنا إلا بك. نستعين بالله عز وجل على تقوية إيماننا بالله عز وجل وبالدار الآخرة، لأن الإيمان بالآخرة والاهتمام بها هي خصيصة يهبها الله عز وجل لمن يشاء من عباده. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. أولي الأيدي يعني القوة في العبادة، والأبصار يعني البصيرة والفقه في الدين. ثم ذكر الله عز وجل أنه جل وعلا خصهم بخصيصة يخص بها جل وعلا من يشاء من عباده، وهي ذكر الدار، يعني تذكر الآخرة والعمل لها. ولهذا قال مجاهد رحمه الله في تفسير هذه الآية: يتذكرون الآخرة لا هم لهم إلا الآخرة. إذا كانت هذه خالصة وخصيصة يهب الله عز وجل لمن يشاء من عباده، فإن علينا أن نسأل الله عز وجل أن يعيننا على طاعته وعلى العمل للدار الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. من الأسباب أيضاً التي تقوي هذا الاهتمام في القلب تذكر الموت والإكثار من ذكره، وزيارة المقابر بقصد العظة والاعتبار. النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه الترمذي قال: أكثروا من ذكر هادم اللذات. وعند الترمذي أيضاً: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. من الأسباب أيضاً القرب من كل سبب يعين على تذكر الآخرة، من المواعظ ومجالس الخير ومجالس الذكر، والبعد عن كل ما يشغل عن الله عز وجل وعن الدار الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بن عمر فقال، أخذ بمنكبه وهو شاب فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوصي ابن عمر، وابن عمر يوصي الأمة، وهكذا شأن المؤمنين: تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ومن أعظم ما يتواصى به المؤمنون التواصي بالعمل للآخرة والاهتمام لها. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم الإيمان واليقين،
وأن يعينني وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولإخواننا المسلمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله